هيك طالعة باوربوينت صح؟ دكتورة. تمام. دكتورة طالعة. تمام. المرة الماضية عرفنا شو يعني، حكينا عن كيمياء فيزيائية شو معناها، ايش فروعها، وشو الفرع اللي احنا حنركز عليه بفيزيائية ثلاثة اللي هو كان كوانتم كوانتم كيمستري وسبكتروسكوبي. عرفنا شو يعني كوانتم، من وين اجى الكوانتم ميكانيكس، بعدين حكينا ايش الكوانتم ميكانيكس، مجموعة من النظريات تم وضعها مشان تفسير ظواهر بشكل عام، وهاي سموها كوانتم ميكانيكس بالظواهر اللي هي بالمايكرو سيستمز، لانه بالبداية كانت قوانين الفيزياء اللي دارجة هذاك الوقت سموها كلاسيكال فيزيكس او كلاسيكال ميكانيكس، هيك كان اسمها، كانت بتنطبق بس على المايكرو سيستم يعني اللي هي الجسيمات الكبيرة، بينما الأشياء الصغيرة اللي بحجم المايكرو ذرات وجزيئات وهيك إشي فكان بحاجة لقوانين ونظريات جديدة مشان يفسروا السلوك تاعها، فمن هون إجا اللي هو الكوانتم ميكانيكس. لما بنطبق الكوانتم ميكانيكس على الكيمستري بصير اسمها كوانتم كيمستري. هلا عرفنا شو يعني كوانتم، كلمة معناها هي amount أو كمية، بعدين حكينا من الظواهر اللي درسوها وفشلت الميكانيكا الكلاسيكية بأنها تفسرها، وأجت كيمياء الكم أو ميكانيكا الكم وفسرتها، اللي هي مجموعة من الظواهر، منهم حكينا عن البلاك بادي راديشن اللي هو إشعاع الجسم الأسود. عرفنا شو يعني جسم أسود المرة الماضية، حكينا اللي هو best absorber and best emitter اللي هو الجسم اللي بيمتص جميع الأطوال الموجية ببعثها مش بعكسها، ببعثها لأنه ما بعكس أشعة بالمرة. وحكينا عن انه عملوا تجربة، طبعا بلاك بادي هو عبارة عن جسم مثالي يعني مش موجود عندنا احنا هون، فعملوا تجربة انه كيوصلوا للجسم الاسود اللي هو عبارة عن صندوق مجوف وفيه فتحة كتير صغيرة، عملوا على تسخينه لدرجات حرارة مختلفة، والاشعة اللي نتجت راح حولوها لرسم بياني زي ما احنا شايفينه. هل هذا الرسم البياني لما طبقوا عليه قوانين الفيزياء اللي كانت سائدة ذاك الوقت هي ما انطبقت، بس بعدين انه شو صار لما طبقوا صاروا انه يطلعوا نظريات وقوانين جديدة مشان انه يقدروا يفسروها. هلا هاي القوانين والنظريات اللي هي من ضمن الكوانتم ميكانكس رح ناخذ عنها شوي شوي، شو اللي انطبق شو اللي ما انطبق، واخذ اشي كيف اجى العالم ماكس بلانك واوجد علاقة شاملة لكل هاي الرسومات. هلا المرة الماضية وقفنا عند اخر اشي اللي حكينا انه قوانين الفيزياء شو كانت بتحكي هون، الريليشن شيب لازم تكون هيك طالعة بشكل حسب قوانين الفيزياء، بعدين انه احنا بالرسمة لما نيجي نطبق هذا الحكي على الرسمة اللي طلعت معنا الحكي غير متطابق، فهلا صار في عندي حاجة لأنه إحنا نفسر هذا السلوك. هلا من ضمن العلاقات هاي الرسمة بتحتوي على مجموعة من العلاقات، هم ثلاث علاقات رئيسية. العلاقة الأولى اللي راح ندرس نحكي عنها وناخذ القانون المتعلق فيها اللي هي relationship between temperature and lambda max. هلا lambda max اللي هاي اللي هي الطول الموجي اللي بصير عنده أعلى امتصاص، بعدين إنه شو علاقة هذا بالtemperature، كل ما بنزيد درجة الحرارة شو بصير عندنا. هلا بعدين انه العلاقة الثانية اللي هي relationship between temperature and total energy. هلا total energy مقصود فيها هي المساحة تحت الكيرف هون، فشو علاقة temperature ب total energy. والعلاقة الثالثة اللي حنحكي عنها اللي هي ما بين طول الموجة ما بين energy density، طول الموجة والenergy density اللي هي بتكون على الواي اكسس او الانتنسيتي بمعنى اخر. فخلينا نبلش باول علاقه واللي هي العلاقه ما بين لامدا ماكس ما بين درجه الحراره. العالم اللي درس هاي العلاقه اسمه فينز، بالتالي اوجد علاقه اسمها فينز لو او فينز ديسبيسمنت ريليشن شيب. شو العلاقه اللي اوجدها؟ بحكي لنا انه الماكسيمم ويف لينث از انفيرسلي بروبورشنال تو ذا تمبرتشر، علاقة عكسية ما بين درجة الحرارة ما بين لامدا ماكس، يعني كل ما بزيد درجة الحرارة لامدا ماكس بتقل، الشفت بصير هيك يعني to the left، مش زي الرسمة اللي قبل شوي، الرسمة اللي قبل شوي عكسية، فإحنا هلا الرسمة الأصح ناخذها. فـ as temperature increase لامدا ماكس شو بده يصير فيها؟ بدها تقل. هلا هاي الرسمة عندنا هون
درسنا عملنا جسم اسود وسخناه لدرجه حراره 200 كلفن، والرادياشن اللي طلعت منه رسمناها وطلعت هيك الرسمه. فهلا هون لندا ماكس كانت هون، جينا عملنا التجربه مره ثانيه على 3000 كلفن. شو صار؟ صار في عندي شفت باللندا ماكس، نزلت على 4000. ما اعاده التجربه على 4000 كلفن كمان نزلت لندا ماكس، على 5000 كلفن لندا ماكس نزلت. احنا بنحكي عن القيمه هون اللي على الاكس اكسس، قيمه لندا ماكس بتقل، فاذا علاقه عكسيه طلعت معنا. فاذا هو درس ريليشن شيب، علاقه لندا ماكس تتناسب تناسب طردي مع واحد على تي، يعني عكسي مع التمبرتشر. تمام. هلا اي علاقه زي هيك لازم يكون في عندي ثابت تناسب اللي بروبورشناليتي كونستنت. هلا ثابت التناسب يعني انه انا بحول هاي الاشاره ليساوي بنحط ثابت. هلا هاي بنضرب ضرب تبادل بصير عندنا لامدا ماكس في التمبرتشر بتساوي كونستنت، قيمه ثابته. هلا هذا الكونستنت فينس سماه او اعطاه رمز بي، في كتب ثانيه بيعطوا رموز مختلفه فحسب الكتاب اللي احنا بنعتمده. هذا شو اسمه الكونستنت؟ اسمه فينس ديسبليسمنت لو، هذا القانون اللي طلع معنا اللي هو فينس ديسبليسمنت لو. طبعا فينس اوجد قيمه بي اللي هي 2.8797 بعشر قوة ناقص 3 الوحدة متر كلفن. هلا بي هي عبارة عن constant of proportionality زي ما حكينا، أو سميناها فينز displacement constant، والtemperature هي عبارة عن درجة الحرارة بس بوحدة الكلفن absolute temperature. فإذا هاي العلاقة الأولى اللي درست العلاقة ما بين أو ركزت على العلاقة ما بين لامدا ماكس ما بين درجة الحرارة. هلا لو بنحولها لمايكرو مايكروميتر انه بنضرب 10 قوة 6 بيطلع معنا القيمة 2897 مايكروميتر كلفن. نجي ناخذ مثال نطبق على هذا القانون. هلا الفينز ديسبليسمنت لو ستيتس ذا ويف لينث ماكسيمم ان مايكروميترز فور بلاك بودي راديشن از، يعني معطينا شو هو القانون فينز اللي هو لامدا ماكس بالتمبرتشر بتساوي هاي القيمة. Calculate the wavelength maximum for a black body that has been heated to. أول إشي بدنا نحسب على 4000 كلفن، على 3000 كلفن، وعلى 2000 كلفن. فهلا شو المطلوب؟ المطلوب اللي هو لامدا ماكس. عندنا التمبرتشر وعندنا الكونستانت، بسهولة بنطلع لامدا ماكس، بس بنعمل rearrangement للقانون. القانون هو لامدا في T بيساوي الكونستانت. هلا أنا شو بدي؟ بدي لامدا، فبنقسم على التمبرتشر. فإذا لامدا بدها تكون بتساوي الكونستانت على التمبرتشر، بننتبه لليونتس والوحدات. هلا هون الوحدة هي متر كلفن، فالتمبرتشر الأولى اللي على 4000 كلفن، نختصر كلفن مع كلفن بيروحوا مع بعض، ونطلع القيمة بتطلع معنا 7.243 بعشر قوة ناقص 7 متر. نحولها لنانوميتر مشان اسهل التعامل مع الارقام، تعطينا 724 نانوميتر. هاي لامدا ماكس عند درجه حراره 4000 كلفن. هلا بدنا نروح لوين؟ ل 3000 كلفن. حسب العلاقه والقانون حكينا كل ما بتقل درجه الحراره شو بتوقع في لامدا ماكس؟ بدها تزيد. يعني هلا انا هون عكس الرسمه بنمشي، هلا احنا قللنا التمبرتشر. هون انا شو بتوقع على 3000 كلفن؟ لازم طول الموجة يطلع معي أكبر من 724. فلا نيجي نحكي تمام هي بتزيد على بي اللي هي 3000 كلفن، نفس القانون بس بنغير درجة الحرارة بنحط 3000، حيطلع معي لمدة ماكس 9.66 بعشر قوة ناقص 7 متر. حولها لنانو بتطلع معي 966 نانومتر، ولو هان العلاقة إنه أثبتناها هيها إنه أكبر من 724. على 2000 كمان لامدا ماكس هتطلع معي أكبر من 966. فبنيجي بنطبق آت 2000 كلفن القانون، بنحط 2000 كلفن بيطلع معي هذا الرقم اللي بس نحوله لنانوميتر 1448 ونص. فالعلاقة هيك إنه مع الحال تطلع معنا بالفعل هي علاقة عكسية. تمام. هلا أنا بالبي دي اف نزلت لكم إياها كان في هنا غلط إنه حاطة 3000 هون بالمقام، هي على 2000 يعني أنتوا أكيد بتنتبهوا لها. بس هاي بالنسبة للعلاقة الأولى اللي هي علاقة عكسية ما بين لامدا ماكس وما بين التمبرتشر، والعالم اللي هو فينز الريليشن شيب القانون تطبيق عليه سهل، بس إنه إحنا نهتم للوحدات.
هلا نجي للعلاقة الثانية اللي هي ما بين التمبيرتشر والتوتال انرجي. هلا شو علاقة التمبيرتشر مع التوتال انرجي؟ بحكي لنا انه علاقة طردية التوتال انرجي مع التمبيرتشر بس القوة 4 الفورث باور اوف اتس ابسولوت تمبيرتشر. يعني التمبيرتشر للقوة 4 علاقتها بدها تكون طردية مع التوتال انرجي. هلا ليش للقوة 4؟ مشان يبين معي الفرق واضح. يعني الانرجي شو هي؟ احنا كيف بدي اعبر عنها بالرسم اللي احنا اخذناه؟ هي المساحة تحت المنحنى. فاحنا بنلاحظ كل ما بتزيد درجة الحرارة البيك بيرتفع، وبالتالي المساحة تحت المنحنى شو بصير فيها؟ بتزيد هاي المساحة كلياتها، وبالتالي انه العلاقة طردية. هلا هاي الريليشنشيب تم دراستها من قبل عالمين اللي هم ستيفن وبولتسمان، فدمجوا دراساتهم بنظرية واحدة وطلعوا قانون اسمه ستيفن بولتسمان لو. هلا هو بحكي لنا العلاقة ما بين الانرجي وما بين T to the power 4 علاقة طردية. هلا مشان نحولها لريليشن شيب علاقة رياضية، بدنا نحول هاي العلاقة ليساوي ونحط كونستانت، فبصير الانرجي مقسومة على T للقوة 4 وتساوي كونستانت. هلا هون شو سووا؟ أعطوا الكونستانت ثابت رمز واللي هو K capital. K capital هو عبارة عن ستيفن بولتسمان كونستانت، ويساوي قيمته 5.67 × 10⁻⁸ الوحدة واتس بير متر تربيع بير كلفن للقوة 4، هو ستيفن بولتسمان كونستانت. هلا حناخد عليه مثال ونطبق على هاي الرسمة. بنلاحظ كل ما زاد درجة الحرارة 1500 المساحة قليلة، على 2000 المساحة زادت تحت الكيرف، على 2500 المساحة بزيادة، إذا العلاقة طردية. نيجي ناخذ example. Find the energy that emitted by 1 cm تربيع of heated object when heated to 1000 كلفن. نعطينا مساحة جسم، وهذا الجسم مساحته بس 1 cm مربع، تم تسخينه لدرجة حرارة 1000 كلفن، مطلوب مني أحسب الإنرجي. هلا مباشرة القانون اللي هو الإنرجي بتساوي K اللي هو الكونستانت مضروب في التمبرتشر للقوة 4، نعوض K القيمة اللي أعطاني إياها بالوحدة تاعتها كاملة ب 1000 للقوة 4. طبعا هون 1000 للقوة 4 كمان وحدتها بدها تكون للقوة 4، فهون قوة 4 مع قوة سالب 4 بيروحوا مع بعض، فبصفي عندنا الوحدة شو هي؟ وات بير متر سكوير. هلا نيجي بنحسب رياضيات عادي بيطلع معنا القيمة اللي هي 56700 واط بير متر سكوير. هاي اللي هي الدنسيتي اوف انرجي لمين؟ لبير يونت اريا. هلا نطلع على الرقم، هذا الرقم لواحد متر، يعني هاي الباور او الانرجي الناتجة من تسخين واحد متر من المادة. طب هو بحكي لي انا عندي واحد سنتيمتر تربيع بس، فالواحد سنتيمتر تربيع بنحوله لمتر تربيع، كم بيطلع كرقم؟ وبنعمل نسبة تناسب انه الواحد متر بيعطينا هذا الرقم. طب الواحد سنتيمتر تربيع كم بيعطينا؟ هلا هنا واحد متر تربيع بيعطينا 56700 واط. بنحول الواحد سنتيمتر تربيع بنحولها لمتر تربيع، انه الواحد متر في 100 سنتي بنربحهم، وهذا كم بيعطيني باور؟ 56700 تقسيم 10000 بيساوي 5.67 واط. فهاي الكمية اللي أنا بحصل عليها من تسخين 1 سنتيمتر مربع من جسم معين لدرجة حرارة 1000 كلفن. دكتورة أنت بدك تحوله من متر تربيع لسنتيمتر تربيع؟ لا، من سنتيمتر تربيع لمتر تربيع. تمام، من سنتيمتر تربيع لمتر تربيع. هلا هون انتو هون انه ليش قسمت على 10000؟ لانه هاي اصلا حتطلع بالمقام، يعني هاي لما 10 10000 حتطلع بالمقام بالنسبة لهون، فمشان هيك مش بضربها، بصير هاي قسمة هون. فانتو حولوا لمتر، حطوا الرقم هون شو بيساوي واضربوا، يعني حيطلع هون 1 × 10⁴ مضروب في 56700. هلا نيجي هون ناخذ مثال ثاني مش فيهم القانونين اللي هم فينز لو والستيفن بولتسمان لو. هلا المثال
calculate energy that emitted by 10 centimeter square of heated object with 550 nanometer. يعني في عندي طول موجة 550 نانومتر، الجسم مساحته 10 سنتيمتر تكعيب، سخناه مش معطيني درجة الحرارة، طالب مني الإنرجي. إذا بدي أطبق على ستيفن بولتزمان بدي درجة الحرارة، بس درجة الحرارة مش موجودة، شو معطيني بدالها؟ طول الموجة. شو العلاقة اللي بتربط طول الموجة مع درجة الحرارة؟ اللي هو فينز لو. فبالبداية بروح مطبق فينز لو، بنطلع التمبريتشر، بعدين بنعوضها بستيفن بولتزمان لو وبنطلع الإنرجي. فهلا هون بدنا نعوض فينز لو اللي هو التمبريتشر بتساوي الكونستانت مقسوم على لامدا ماكس. طبعا لامدا ماكس معطينا اياها بالنانومتر، وعندنا هون وحدة الكونستانت بالمتر، ف we have to convert the units to meter. فهون لامدا ماكس بدنا من 550 لمتر بدنا نضرب 10 قوة ناقص 9. هلا هون بنعوض هاي الكونستانت 550 نانومتر مضروب في 1 متر على 10 قوة 9، هاي لما نطلعها بصير 10 قوة ناقص 9، فبنحسب بيطلع معي 5272.73 كلفن. هاي درجة الحرارة اللي تم تسخين الجسم إلها. هلا عرفنا درجة الحرارة، بنروح بنطبق على ستيفن بولتزمان لو وبنحل نحسب إيش الإنرجي. هلا كيل كونستانت موجودة قيمته، والتمبريتشر 5272.73 للقوة 4، بنختصر اليونتس مع بعض وبنحسب الرقم، بيطلع معي 4.4 في 10 قوة 7 واتس بير متر تربيع. هلا نفس اللي صار معنا بالسؤال السابق، هو معطيني 10 سنتيمتر تربيع، على هاي الكمية بتنتج من 1 متر تربيع. فبنحول 10 سنتيمتر تربيع لمتر تربيع، بعدين بنعمل نسبة وتناسب، من الواحد متر بيعطينا هذا المقدار من الطاقة، طيب العشرة سنتيمتر تربيع كم بيعطينا من الطاقة؟ نفس ما عملنا بالسؤال اللي قبله، يعني الرقم بيطلع معنا بنقسمه على 10,000، وكأنه أنا في غلط بالحسبة، هاي مش 10,000، هون لا بلا صح بتطلع، بس هاي مش 10,000 حتى تطلع صح، هذا الرقم اللي تحت، الرقم الإجابة النهائية بتوقع صحيحة، هذا الرقم بلت مش صح، طيب؟ لأنه هون 10,000، هون في عندي 10، فالصفر حيروح، فحصفي معي بس 1000 تحت، فصفي معي بس 1000، فبطلع معنا القيمة اللي هي 4.4 في 10 قوة 3، أو هي حتطلع ب 10 قوة 4، فتأكدوا من حسبة هاي، ماشي يا جماعة؟ لأنه هون أنا ناسي أختصرها من المقام. نيجي لمثال ثاني كمان تطبيقي، لأن هاي الأشياء كانوا بيحسبوها يعني استخدموها بالحياة العملية. هلا بحكي لنا some surface temperature هو عبارة عن 5700 كلفن، يعني سطح الشمس بيعطينا درجة حرارة مقدارها 5700 كلفن. How much power is radiated by the sun؟ قديش مقدار الطاقة اللي بتعطينا إياها الشمس؟ بعدين في عندي فرع ثاني كمان شوي حنحسبه، لو قديش مساحة، فبدنا نحسب نفس ما عملنا قبل شوي، انه هو كان يعطيني المساحة بالسؤال صح؟ هلا احنا هون لا، بدنا نحسب مساحة الشمس، من مساحة الشمس نحسب قديش الكمية المقدار اللي بيعطينا اياها سطح الشمس كامل، تمام، للإنرجي. هلا هون بنروح نطبق على ستيفن بولتزمان كونسبت، ما انا معطيني درجة الحرارة، طالب مني إنرجي مباشرة تطبيق يعني، فبنروح الكونستانت مضروب التمبريتشر 5700 للقوة 4، نحسب الإنرجي اللي هي 5.98 في 10 قوة 7 واتس بير متر تربيع. هلا هاي اللي هي لواحد متر، طب أنا لازم أعرف مساحة سطح الشمس، أو مشان إيش؟ مشان نحسب قديش كمية الحرارة اللي بتطلع منه، أو قديش كمية الطاقة اللي بتعطينا إياها أو الباور. هلا مشان هيك بدي أروح أجيب قديش نصف قطر الشمس مشان نحسب مساحة سطح الشمس. هلا مساحة كم الشمس كروية اللي نعتبرها، بدنا نطبق مساحة اللي هي الكرة 4 باي ار سكوير، فا أو المحيط مش عارف يعني هذا القانون شو هو، فالمهم إنه إشي للكرة، فار بتساوي 6.96 في 10 قوة 8 متر اللي هو نصف قطر الشمس، بنعوضها هون بيطلع معي المساحة
اللي هي 6.08 × 10^18 متر تربيع. هاي المساحة قديش بتعطينا طاقة؟ إذا الواحد متر مربع بتعطينا هذا المقدار من الإنرجي. طب هاي المساحة قديش بتعطينا؟ هون نسبة تناسب بشكل مباشر، ليش؟ لأنه متر تربيع. ما في سنتي. ما في داعي أحول هنا. هلا أنا بنحكي الواحد متر تربيع بيعطينا هذا المقدار من الباور. طب أنا عندي هذا المقدار، هاي المساحة قديش بتعطينا؟ ضرب تبادلي عادي بيطلع معنا الإنرجي للسن اللي هي 3.6×10^26 واط. تمام؟ فعلى نفس القوانين بس إنه بنغير الأشياء معطيات مختلفة. فهذا هو الريليشن شيب رقم 2 اللي هي المسافة، العلاقة ما بين الإنرجي وما بين التمبرتشر للقوة 4. هلا نيجي للعلاقة الثالثة اللي هي الريليشن شيب بين ويف لينث أند دنسيتي أوف إنرجي. الدنسيتي أوف إنرجي مقصود فيها الإنتنسيتي أو اللي هي على الواي أكسس عندنا هون. بحكي لنا إنه العلاقة علاقة إنه الأبسولوت تمبرتشر، بديش أحكي زي هيك، إنه هي الإنتنسيتي تتناسب تناسب عكسي مع الويف لينث وتناسب طردي مع التمبرتشر. فتم إيجاد هاي العلاقة اللي هي الإنرجي بتساوي 8 باي في كي اللي هو بولتزمان كونستانت في التمبرتشر. طبعا هاي مجموعة دراسات حطوها بها، بس احنا مشان نختصر الأشياء مقسومة على لمدة للقوة 4. فهاي العلاقة الثالثة بتحكي لنا إنه الإنرجي التناسب تناسب طردي مع التمبرتشر وتناسب عكسي مع لمدة للقوة 4. سموها ريلي جينز لو، اسمها ريلي جينز لو. وهاي العلاقة نجحت بس على اللونج ويف لينك. ليش على اللونج ويف لينك؟ لأنه بحكي لي العلاقة ما بين الإنرجي وما بين لمدة، هنا قصدهم بالإنرجي اللي هي الدنسيتي أوف إنرجي أو الإنتنسيتي اللي هي على الواي أكسس مش المساحة اللي تحت الكيرف. هون هاي العلاقة، إحنا هون العلاقة بالبداية كل ما بزيد طول الموجة بزيد الإنتنسيتي، علاقة طردية. هذا الحكي عكس اللي بحكي لنا إياه ريلي وجينز. هلا ريلي وجينز بيحكوا عن الجهة الثانية، هاي كل ما بزيد طول الموجة بتقل الإنتنسيتي أو الإنرجي. فهون ضبط بس على اللونج ويف لينك مش على الشورت ويف لينك. هلا بعدين اجى العالم ماكس بلانك اللي هو هاي العلاقة احنا بنحكي عنها. اجى عالم ماكس بلانك عمل تعديل بسيط على هذا القانون، ضاف باراميترز معينة فصارت تنطبق على اللونج ويف لينك وعلى الشورت ويف لينك. هاي العلاقة الأخيرة هي العلاقة اللي فسرت سلوك البلاك بودي راديشن بشكل كامل على تو الشورت واللونج ويف لينك. فجاء العالم ماكس بلانك وعمل تعديل على هاي العلاقة. هلا بنحكي كيف انه عمل التعديل، بس بدي اطلعها لسه ما مش موجودة. هلا هون ماكس بلانك في شو اعتمد على النظرية تاعته؟ على انه الانرجي، هلا احنا حكينا الجسيمات بتمتص طاقة صح؟ بعدين بعد فترة بترجع ممكن تبعثها. هلا عملية طريقة الامتصاص للطاقة، هل هي بشكل مستمر كامل continuous ولا لا؟ انه في عندي انا بالجسم او بالمادة في عنا ليفلز، حسب هاي الليفل بصير امتصاص للطاقة. هلا ماكس بلانك اعتمد على انه الانرجي بيتم امتصاصها او انبعاثها مش بشكل مستمر continuous، لا على شكل دفعات او كمات بسموها. فانه مثلا المادة، كل المواد احنا بتتكون من ذرات، والذرة زي ما بنعرف فيها مدارات صح؟ فلذا الطاقة اللي احنا اعطيناها لهذا الجسم كافي لانها تنقل الالكترون من مدار الى المدار اللي اعلى منه، بصير في عندي الامتصاص وبنتقل بعدين الالكترون. فلا هاي انه المادة تمتص هاي الطاقة على شكل كمات على دفعات، يعني نقلت الالكترون من مستوى لمستوى بعدين لمستوى اعلى بعدين، فهاي بسموها على شكل كمات او دفعات. حتى عملية الانبعاث، هلا الالكترون بنزل لمستوى ببعث ضوء، برجع بنزل للمستوى اللي بعده ببعث ضوء، برجع بنزل للمستوى اللي بعده، فبصير عندي انه على شكل دفعات مش على شكل مستمر او متصل. فهو ماكس بلانك اعتمد على هاي الشغله ووضع علاقته المشهوره. هلا هون هاي يعني بتمثل انه كيف انه مش خط متصل، عمليه الانتقال او عمليه الامتصاص او الانرجي بتكون على شكل دفعات او كمات بسموها.
كميات، مشان هيك حكينا كوانتم معناها كمية amount. هلا ماكس بلانك أوجد إن العلاقة ما بين الإنيرجي وما بين الفريكوانسي علاقة طردية، فعلاقة بدي أحولها لإشي رياضي، إنيرجي على الفريكوانسي بتساوي كونستانت، لأنه العالم هو حط الكونستانت في اسمه رمز إيش وسميناه ماكس بلانك كونستانت، فطلعت معنا العلاقة المشهورة اللي هي الإنيرجي بتساوي إتش في نيو، والكونستانت اللي هو بيساوي 6.626 بعشرة قوة ناقص 34. هلا هون إذا كنا بنحكي عن عدد مولات من المادة فبدنا نحط N H نيو، لأنه بحكي عن عدد مولات من المادة أو عن ليفل، هنا مش عدد مولات، هون الليفل أي مستوى طاقة بيتم الانتقال إله. في عندي هون الفريكوانسي كمان شو بيساوي؟ بيساوي سي على لامدا، فممكن نعوض بدل الفريكوانسي سي على لامدا، فبصير الانيرجي بتساوي ان اتش في سي على لامدا. هاي هي العلاقة المشهورة تاعت ماكس بلانك. هلا العلاقة اللي اجت منها كمان هاي اللي هو عمل تعديل على جينز ريليه، اللي هي العلاقة الثانية هاي حكي عنها اللي هاي. هلا هو زي ما حكينا تعامل على انه الطاقة بتم امتصاصها وانبعاثها على شكل كمات دفعات مش بشكل مستمر، وهاي الكمات والدفعات بتشبه الأوسيليتر اللي هي المتذبذب. هذا المتذبذب إنه هيك يعني إشي متقطع مش مستمر، فهو تعامل على البارتيكل وحركتها وعلى الإشعاع على أساس إنه إشي متذبذب مش إشي متصل، فأوجد هاي العلاقة الكبيرة. هلا هاي العلاقة تنجح على الشورت ويف لينث وعلى اللونج ويف لينث. على الشورت ويف لينك بحكي لنا انه هذا الاكسبوننشال قيمته بتقل، لانه يعني شوفوا لامدا هون جاي في المقام، وهنا الاس اللي موجود عندي هون شو ماله بده يكون قليل، فقيمه الاكسبوننشال هاي بشكل عام بتقل، هذا بيؤدي الى انه الانرجي بتزيد على الشورت ويف لينك اللي هي بالبدايه، انه كل ما بتزيد لامدا بتزيد عندنا الانرجي. هلا على اللونج ويف لينك بتصير العلاقة تقترب لمين؟ لريلي جينز اللي هي اللي نجحت في تفسيرها، فبصير عنا انه كل ما بتزيد لامدا بتقل الانتنسيتي، بصير عنا العلاقة عكسية. ليه؟ لانه بصير عنا هنا كله السر بالإكسبوننشال الموجود عندي هون. فماكس بلانك بالاخير اجا واعطانا علاقة نهائية انها تفسر سلوك الجسم الاسود بناء على افتراضه انه المادة أو تمتص الضوء وتبعثه على شكل كمات أو دفعات أو بيعاملها على شكل أوسيليتر. هلأ كملخص ماكس بلانك شو افترض؟ أول إشي إنه الإلكتروماغنتيك راديشن بتكون من large number of energy units called quantum photon، يعني الإشعاع الكهرومغناطيسي بتكون من عدد كبير من الطاقة، هاي الطاقة كل كمية منها بسموها فوتون. هلا as the frequency of photon increase its energy increase، كل ما بزيد تردد هذا الفوتون بزيد الطاقة اللي هي E بتساوي H نيو زي ما حكينا عنها. as the energy of photon increase، كل ما بزيد طاقة هذا الفوتون its number will decrease، يعني ال intensity شو بصير فيها بتقل. هاي هي خلاصة اللي طلع فيها ماكس بلانك بالأخير. فإحنا هون بنكون أنهينا الظاهرة الأولى اللي هي البلاك بادي راديشن، التجربة اللي عملوها، النتائج اللي طلعت، تطبيق الكلاسيكال ميكانيكس عليها وفشلها، بعدين كيف إنه أجوا علماء وصاروا يطلعوا نظريات نجحت في تفسير أجزاء معينة، بالأخير إجا ماكس بلانك وطلع ريليشن شيب كاملة بناء على افتراض اللي هو إنه الطاقة بتم امتصاصها وانبعاثها على شكل دفعات او كمات انه مش كونتينوس. فهاي هي الملخص. فاحنا كثير مهم انه احنا نعرف القوانين كيف نطبقهم ونحل عليهم ونعرف الاكسبلانيشن هذا الشيء والريليشن شيب كلها نكون عارفينها. يعني بهاي الماده اسئله الحكي ممكن تكون اكثر بالريليشن شيب، يعني انه كمالتيبل تشويس او ترو اند فولس، يعني إنه تيجي حكي إنه نفهم العلاقات اللي صارت بهاي الرسمة. على محاضرتنا القادمة إن شاء الله
حتكون على الظاهرة الثانية اللي هي الفوتو إلكتريك إفكت، يعني بديش أبلش فيها ونقطة بعدين نكمل المحاضرة الجاي. فإن شاء الله يوم الخميس راح يكون اللي هو الظاهرة الثانية فوتو إلكتريك إفكت. فكأني حطيت لكم هومورك، خليني بس أشوف. هومورك على الإي ليرنينج راح أفتح لكم إياها ليومين، ليوم الخميس، ليوم الخميس موعد المحاضرة مشان تحلوها وتسلموها. يعني خلينا نبلش هومورك هيك بالبداية مشان بعدين وقت الامتحانات وما تنضغطوا.